احنا غادي نمشيو مستمعينا لشيوات متنوعه. اقترح لكم عصير ديال الافوكا وعصير ديال السويله. اول اقتراح غادي نبداو به عصير ديال الافوكا. غادي نحتاجو جوج الحبات ديال الافوكا، اطرو ديال الحليب، غادي نحتاجو عصير ديال الحامضه، اربعه المعالق كبار ديال السنيده، جوج معالق كبار ديال القشده الطريه لا كريم فريش. هادو هما المقادير باش نوجدو عصير ديال لافوكا. فقلنا غادي نحتاجو جوج الحبات ديال لافوكا يكونوا طريين، اطرو ديال الحليب، عصير ديال الحامضه صغيره، اربعه المعالق كبار ديال سكر سنيده كتبقى على حسب الذوق، جوج معالق كبار ديال القشده الطريه لا كريم فريش. بالنسبه للطريقه سهله، اول حاجه غادي ناخذ ديك لافوكا نغسلوها مزيان، ومن بعد نحيدوا ليها القشور ونحيدوا ليها داك النواه العظم ديالها الوسطاني، وكنقطعوها لطريفات صغيورين. مباشره كنديروها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وكنضيفوا ليها اطرو ديال الحليب، نضيفوا اربعه المعالق كبار ديال السكر سنيده ولا سنيده على حسب الذوق، ونضيفوا عصير ديال الحامضه صغيره، وكنطحنوا كل شيء المره الاولى بوحدو. يعني كنطحنوا الجوج لافوكا مع اطرو الحليب مع السكر سنيده على حسب الذوق مع عصير حامضه، كنطحنوا كل شيء مزيان. ثم عاد كنضيفوا في المرحله الثانيه كنضيفوا دوك جوج معالق كبار ديال القشده الطريه لا كريم فريش، تكون عاقده شويه، يعني الخاصة بالحلويات اللي كتكون عاقدة واحد شوية، وكنعاودو نطحنوها المرة الثانية. ومباشرة كنديروها في كؤوس ديال التقديم بعد ما كتكون بردات. فهاد عصير ديال لافوكا كيجي مسم بالعصير ديال الحامض، وكيجي تقيل بالقشدة الطرية لا كريم فريش. بالنسبة للعصير ديال السويلة، بما انه هذا الوقت الموسم ديال السويلة، غادي ناخدو حبة واحدة ديال السويلة، عصير ديال بون بلوموسه وحده تكون صغيره ولا متوسطه في الحجم، ما تكونش كبيره بزاف، خمسه المعالق كبار ديال السنيده، لانه كنعرفوا على انه بون بلوموس كيجي محمض، هو صراحه صحي وفي نفس الوقت كيجي يعني شويه مر، فغادي نديروا سنيده تكون غالبه، جوج ديال ياغورت بالنكهه اللي بغينا يكون حلو، ومعلقه كبيره ديال عصير ديال الحامض. غادي نعاود بالنسبه للعصير ديال السويله، غادي ناخذوا حبه ديال السويله، عصير ديال بون بلوموسه صغيره، خمسة المعالق كبار ديال السكر سنيدة، جوج ديال الياغورت يعني حلوين، ومعلقة كبيرة ديال عصير ديال الحامض، النكهة اللي بغينا في الياغورت. غادي ولا ممكن نديرو باش نبقاو يعني محايدين في المذاق ونخليو يعني البومبلوموس والسويلة غالبين على المذاق، غادي نديرو جوج ديال الياغورت بالنكهة ديال الفاني، كيكون حلو وفي نفس الوقت فهو النكهة ديال الفاني. بالنسبة للطريقة، غادي ناخدو السويلة نغسلوها مزيان ونقشروها، وغادي نحصلو يعني غادي نخليو غير دوك الحبات ديال السويلة، نقطعوهم هكا مربعات صغار، كنديروهم السويلة طريفات مقطعين في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، نضيفوا خمسة المعالق كبار ديال السكر سنيده، نضيفوا معلقه كبيره ديال عصير ديال الحامض. علاش ما درناش بزاف ديال عصير ديال الحامض؟ لانه البون بلوموس يعني من الحمضيات، يعني حتى هو محمض وكيكون مر شويه، فغادي نكتفيو فقط غير بالحموضات ديال البون بلوموس. قلنا غادي نديرو في الكاس الخلاط الكهربائي دوك الطريفات ديال السويله اللي قطعناهم، نضيفوا لهم السكر على حسب الذوق، يعني اربعه حتى خمسه ديال المعالق ديال السكر، عصير ديال الحامض يعني معلقه كبيره ديال عصير ديال الحامض، وعصير ديال بومبلوموسا صغيره ولا متوسطه، ناخذوا البومبلوموسا ونعصروها مزيان، وهذاك الماء ولا العصير اللي حصلنا عليه غادي نضيفوا على الخليط في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. ثم كنضيفوا جوج ياغورت فاني يكون حلو، وكنطحنوهم المره الاولى، كنطحنوا كل شيء مزيان بوحدو، يعني كنطحنوا السويله مع السكر مع العصير ديال الحامض مع البومبلوموس، ملي كيتخلط مزيان وكيطحن لنا ديك السويله في اخر مرحله كيف درنا في لافوكا، ضفنا القشده الطريه. بالنسبه لعصير السويله، غادي نضيفوا جوج ديال ياغورت فاني، كنعاودو نطحنوهم، ومباشرة كندخلوه الثلاجة حتى كيبرد، وعاد كنقدموه بالصحة والراحة.